استكاين. لا نحن صندوق هيك شيء صغيرون يحطون بيه. مثلا عندنا صوب ابوي ضامها صار لي 15 سنه، اقول له لمن مخليه؟ كان يا ما كان في قديم الزمان. اي ما نسيت، ما ابي نسيت حتى شيء. اعطيني الربع. هالصاج عندك 500. احنا ماكينة مال زيان مال قبل هاي اللي هيك اي عاطم شلي بيه. دائما هاي يسولف مع ابوي هاي عنده سالفه انه مين كنت بالجامعه كنت مقطع البنات كذا. من عمري 7 سنين وقلبي مهموم. اي هذا اللي اي اي هذا اللي اي راديو راديو نعم قديم عدسه مغطى هو بعد الترتف عليه مغطى ما ادري ليش يغطى عدسه يخافون على الشاشه الطشت والاوتي قديمة فانوس يعني اي شيء اي فانوس هيك شيء صغير موجود بالبيت لا زال لا كنتور قديم ليش موجود لا نحن صندوق هيك شيء صغيرون يحطون بيه اي من التسعينات خافت الدنيا جاهزه بعدين اي فهو لحد الان موجود عندنا هذا قديم اي قديم من التسعينات من يقول كان يا ما كان كنا كذا ايوه انا كلش احب هاي السوالف القديمه والله والله بس ايش السالفه؟ كان يا ما كان في قديم الزمان اي ترجع من الاشياء القديمه بدكم تتواجد هسه؟ ما حد ما يحبها خصوصا هذا الجيل يعني يحبون هيك شيء الاشياء نسميها انتيكا اي فيحبونها اي عبد الحليم حافظ يعني احنا رحنا قديم اي عبد الحليم سمع عبد الحليم اي احلى من إيه. هذا الربع المن اعطيني الربع هالصاج عندك 500 يلا شوفوا شكرا كل بيت انه شيء بي مميز ويحتفظون به الاهل والعائله بس مثلا عندنا صوب ابوي ضامها صار لي 15 سنه اقول له لمن مخليه؟ روعة دين ذكرى والله ما اعرف اسمه ما ملحقين على هاي السوالف ما صوبه ما لها معنى موجودة ضامة ما ادري من حاطها خليها للتراث بالنسبة مجلب شنو عندكم بالبيت؟ احنا ماكينة مال زيان مال قبل هاي اللي هيك هاي عاطم شلب بيه بالك سوالف قديمة كان يا ما كان فد مرة كنا يعني مرات الاهل يسولفون دائما هاي يسولف مع ابوي هاي عنده سالفة انه مين كنت بالجامعة كنت مقطع البنات كذا قلت له اريدك تطلع مثلي بالنسبة لك سالفة قديمة سامحة للاهل يعني والله كان ما نسيت ما ابي نسيت حتى شيء كان يا ما كان في قديم الزمان اي شنو اسمك؟ انا؟ اي محمد كان محمد كان طالب في كلية القانون نعم وتخرج وتزوج وصار عنده احفاد الله يذكره بالخير محمد تتذكره؟ اي شلون كان اسمه له لقب بالجامعة معروف اسمه ابو اللايك سلمنا عليه الله يسلمك الله يسلمك راديو راديو نعم قديم قديم يشتغل له هيك ديكور لا ديكور من اللي يعني يخليه يحتفظ به بابا يعني يحب الانتيكات القديمه نعم. يعني زي على صعيد شخصي تحبين الاشياء القديمه احبها مثلا تعافيات تراث مثل شنو يعني جرات الماي اها نعم يسمى بالمصري قوله نعم قوله جره مال الماي هذه الفخار ناقوط الحبهم اي ناقوط الحبهم نعم ذكر بقي يصير جوال ما ملحقه لا ما ملحقه بس اشوفها بالنت بالنت يعني هذه الاشياء القديمه بدش تكون موجوده يعني على الرجل طبعا طبعا زين بدش يرجع الزمن القديم لا نقال ولا اي قبل احلي صراحه اي بالتليفون هذا الشيء القرص اي قبل احلي نفس السؤال شو عندكم بالبيت القديم؟ استكاين ماما محتفظه بيهم استكاين اي محتفظه بيهم قديمات قديمات اكو خور مرات يبي شلون الحديد المغلف الحديد حتى ما يتكسر او الحرارة لا لا ما هذا قديم على الفحم ثاني قديم يعني سبس استكاين اي محتفظه بيهم تحبهم لا فرغات بعد شنو يعني بالنسبه لي العابي قديمه اي ايام حتى العاب قديمه يعني هو 2002 يعتبر حديد اي يعني من انا طفل حي صفحي باليوتيوب مثل ما قالت الزميله زميلتك يعني انه اشياء قديمه الحيض وناقوط الحيض ويعني
تحكين على اشياء تراثيه؟ اي اي احب انه اشوفها اطلع عليها. غير صيح القمر وصحيت عشية شكرا طبعا ما تحب تطلع بالكاميرا صوتها جميل جدا استاذ ابراهيم الغالي فنان طيب شكرا لك عفوا عفوا مهرجانات اخرى ان شاء الله ان شاء الله شكرا ان شاء الله ان شاء الله شكرا حبيبي حبيبي استاذ انا التلفزيون القديم التلفزيون القديم عندكم بالبيت موجود موجود يعني اشتغلوا خليه كديكور لا كديكور كديكور ومحتفظين به ايش قد عمره تقريبا هذا بول البطيخه مو اي يمكن تقريبا 20 سنة أو أكثر. تذكر قبل التلفزيون بالبيت يخلعوا الشرشة ويغطونه وفوقه مسهري. حتى اسم غطي هو بعد الترتف عليه وغطي. ما هذا ليش يغطي؟ حتى يخافون على الشاشة. بس الهاون. الهاون. الهاون هي حلو. هي هو أقدم شيء. الهاون موجود. إي نعم موجود. يقول بيه قهوة وهالشيء. لا لا بس يعني عرض راح يعرض. بس حلو. إي مو هذا العرض. هو لا تصوت الهاون اللي هو يعني. إي هذا اللي. إي. اي هذا اللي فيه اي طرب والله شغلات القديمه كريتها يعني شمرناها بس تقريبا عندنا الفانوس واللالة اذا تتذكر عليها موجودات اي بس يعني خيك ديكور بالبيت اي موجودات بس ما حد يشغلها في نفط اخر وين حتى النفط ماكو مشتاق يعني العاب الطفوله مشتاق مثلا نلعب حليه اي والله صور نلعب غير الصدق اي والله ناجي هل ما يعرفون لا اي والله ابني عنده خرز ذاك يوم شفته تذكرت مشينا نلعب خرز مشتاق اغلب واجمع فلوس صراحه يعني اي والله بالبيت يعني مرات نشتاق انه من كانت القناه وحده ونضطر نتابع كل شيء بيها لقيمه صراحه يعني تلفزيون ابو تشانل كنا نشوفه الاجواء اللي تعرجوا عليها الطلاب صراحه ذكروها اشتاقت الاجواء اللي كانت مثلا من يصير عندنا مناسبه محزنه نغطي التلفاز ايام محرم التلفزيون يتغطى صراحه حتى من تصير فاتحه عندنا بالمنطقه على طاري الفاتحه بالمنطقه ذكرتني الاجواء القديمه قبل من تصير فاتحه ان شاء الله الله يحفظ الجميع ماكو تأجير كراسي البيوت يطلعون القنفات أو الكرويتات يخلوهم موجودين صراحة أحسنتم أحسنتم صراحة يعني هو أي إنسان يحل الماضي صراحة. والله هو الأكيد موجود يعني هذا الدولاب مالت الحجي الله يرحمه اللي هو يسمونه يسر والأكازة مالته وموجود عندنا هم يسر أيضا يسر وسبحت لا تزال موجودة والصاية مالته القديمة إضافة إلى ذلك الكنتور هذا القديم أبو المري أيضا موجود طلاقتين موجود هذا محتفظين بيها اي هاي لحد الآن الطشت والأوتي محتفظين بهم مخلينهم خانة بواحدة بالمخزن يعني التراث تراث وهي اصلا تتفاعل وياها اكثر من هالقضايا تعطيك بالقيمه يعني بلمه الناس الاصلاء ناسنا اللي ربونا